كوكتيل الخوخ بالفراولة. ايه المقادير اللي عندنا للكوكتيل بتاعنا النهاردة؟ انا عندي شوية كومبوت خوخ، عشان كده مش هتلاقوني في الوصفة حاطط سكر، لان عندي كومبوت خوخ وعندي عصير اناناس جاهز، وده بالنسبة لي كفاية لانه يسكر الكوكتيل. فانا عندي عصير اناناس، كومبوت خوخ، فراولة فريش، شوية مكعبات تلج، وعندي هنا سيرب فراولة في الاخر. يعني هبتدي كده بمكعبات التلج. بعد كده كومبوت الخوخ. والفراولة، شوية العصير بتاعها. هخلي لي بس واحدتين كده او حاجة، عشان لو حبينا نعمل بيهم جارنش في الاخر. حلوة. العصير بتاعنا. هنديله بقى فرصه كده ايه يتخلط شويه، هنشغله شويه ونسيبه، وبعد كده هنرجع نعمل النبضات او البولسنج اللي بنعمله ده، عشان نتاكد ان ما يفضلش حاجه سوليد او حاجه على بعضها في الكوكتيل. هبتدي بالسيرب بتاع الفراولة، وبعد كده عايز اديها واحدة برضو، هنلف كده. هنا نحط الكريمات بتاعتنا، مش بقى عشان ايه الالوان تبقى لايقة مع بعض. وعلى طول هنصب شويش كده اهو. اخر حاجه خالص عندي، اشيل دول بس، عندي حتتين الفراوله اللي كنا سايبينهم، خدها بس كده ايه بالطول، دي قطع هنا خفيفه قوي كده، ونعمل كده اهو. والاخير نبقى بكده خلصنا كوكتيل الخوخ بالفراولة.